عندنا تقريبا 90%، فنحن على وشك ان نسمله باذن الله. كشف وزير النقل والاتصالات معالي الدكتور أحمد الفطيسي أن إبريل المقبل سيشهد افتتاح طريق الباطن السريع من مسقط إلى شناص. جاء ذلك في اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته وزارة النقل والاتصالات اليوم. ذكرت الأرصاد الجوية العمانية عبر حسابها على تويتر أن هناك فرصاً لاستمرار هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة والظاهرة. تختتم اليوم تجارب المريخ في سلطنة عمان والتي استضافتها السلطنة إيماناً بقيمة التجارب البحثية للأغراض العلمية. أقيمت تجارب محاكاة العيش على المريخ بصحراء ظفار كونها الأقرب جيولوجياً إلى طبيعة سطح المريخ، حيث قدمت الحكومة كل التسهيلات لإنجاح تلك التجارب بعد تحضيرات استمرت لعامين.